السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا ناخذ فكرة كيف نعمل ريندر للويب بيج. طيب هذا هو مشروعنا. أول شيء نحتاج إنه إحنا نعملنا فايل في داخل الفيو. لو إجينا على أغلق هذا نغلق هذولا في عدنا الفيو. طيب في الفيو أنا راح أجي أعمل مثلا هنا أو في داخل محمد راح أعمل فايل آخر. لاحظ سميها بمثلا welcome.html.erb welcome.html.erb نفس فكرة الاندكس اللي احنا عملناها. طيب هنا راح نجي نعملنا تاج مثلا h1 ونجي نكتب this is welcome page. اعملها save. This is welcome page. هاي الخطوة الاولى. طيب هنا احنا نحتاج الى شو؟ نجي على لما عملنا البيج نحتاج انه نعمل ايضا راوت، صح؟ طيب كيف راح نعمل الراوت؟ كل اللي نحتاجه انه هذا الجيت نعمل نسخة من عنده ونجي هنا عندنا في داخل محمد شيء اسمه welcome، صح؟ هذا عمل هنا سيف. اتأكد من انه السيرفر عندنا شغال. خلونا نجرب. لو جينا هنا عملنا مثلا سلاش محمد سلاش اندكس مفروض ياخذنا الاندكس. طيب لو اذا انا مسحنا الاندكس كتبنا ويلكم انتر ذيس از بيج ويلكم، ممتاز. طيب خلونا نجي على لاحظ هنا انت عندك الفولدر محمد فيها اندكس وفيها ويلكم، صح؟ محمد عندك كنترولر خاص اللي هو هذا محمد كنترولر، صح؟ لاحظ هذا هو كلاس روبي، روبي كلاس. في عندنا ديفينيشن لمحمد عفوا ديفينيشن للاندكس. ممكن نعمل ايضا ديفينيشن في داخله للفيو الاخر اللي هو ويلكم. هذا هو الديفينيشن للاندكس اللي هو عمله اوتوماتيكيا، وهذا ايضا ديفينيشن لمن للويلكم اللي عمله. طبعا استخدام الريندر كيف راح يكون؟ حتى تعمل ريندر تجي هنا أنا تكتب ريندر مثلا هذا حيكون التمبلت هو اندكس، صح؟ نفسه ممكن انا اعمل ريندر للويلكم بهذا الشكل. ريندرينج راح يعمل لي. طيب لو اجيت اني مثلا عملت ريفرش، لاحظ نفس الشيء ويلكم، صح؟ ما تغير شيء. لو اجي اكتب هنا مثلا اندكس راح يظهر لي الاندكس، ما تغير شيء. الريندر ممكن يفيدك يعني بهذه الحالة انت ما عملت شيء، كأنما هذا كومنت وهذا كومنت. لاحظ سيف وتعال اعمل ريفرش، وإذا جينا هنا مثلا مسحنا كتبنا welcome اعمل انتر نفس الشيء. طيب شو اللي راح استفاد من الريندر لو انا وضعته؟ ممكن انت تعمل ريندر لصفحة اخرى، يعني مثلا الان هو هذا الريندر مسؤول عن الاندكس. خلونا نعمل تبديل لعب، يعني مثلا هنا نعمل ويلكم وهنا نعمل اندكس. الاندكس راح يعمل ريندر للويلكم والويلكم راح يعمل ريندر للاندكس. خلونا نجرب. اعمل سيف ارجع هنا. الان احنا بصفحه الويلكم والان هو ويلكم بيج، صح؟ لو اجي اعمل ريفرش لاحظ يظهر لي بيج العائد للاندكس وليس الويلكم. ولو جيت على الاندكس انتر الاحظ انه يعمل لي ريندر للويلكم بيج، بمعنى انه بالريندر ممكن انه انا اتلاعب بالصفحة اللي راح تظهر لي. هذا مسؤول على انه يعمل ريندر للاندكس، واحنا لاحظنا هذا الشيء. لو نجي نعمل هنا مثلا كومنت وهنا ايضا كومنت ونجي نعمل سيف، الاندكس راح يعمل ريندر للاندكس. لاحظ؟ لكن لما اشيل الكومنت الريندر راح يقول لا تذهب لصفحة الاندكس وانا ما اعمل ريندر للويلكم، اذهب لصفحة الويلكم. هذا طبعا الريندر يفيدك كثير في حالات الشرط، يعني مثلا انت في عندك هوم بيج
عفوا، اذا كان الشخص غير مسجل يعني ما عمل ريجستر وهذا اليوزر ما موجود في الداتابيز، ممكن انه انت تعيد توجيه هذا الشخص الى وين انه توجهها لللوجن بيج مثلا. تمام، يعني انا ممكن انه اوجهها لللوجن بيج في حالة اذا كان مسجل مثلا، هذا هو خاص بصفحة اليوزر properties او مثلا معلومات ما تظهر الا اذا كنت انت مسجل في الموقع، ممكن اني اوجهها عن طريق الريندر بالاف الس مثلا، اف اذا كان اثنتيكيت يذهب لي الصفحة اليوزرز، اذا كان غير اثنتيكيت اذا انت عمل له الريندر لصفحة اخرى. لكن حالات الريندر في عندنا حالة اخرى ممكن نستفاد من عندها، الريندر راح يجي يعيد كتابة التمبلت من جديد. يعني الان انت بيشوفك انه نان انت مفروض تذهب للاندكس، لما يشوفك تعمل ريندر للويلكم راح يذهب ويعيد تحميل صفحة الويلكم. في عدة طريقة اخرى ممكن انه احنا نستخدمها بالريندر ممكن يصير، وفي طريقة اخرى اللي هي اسمها بالريدايركت. تستطيع انه انت تعمل ريدايركت، فليكن مثلا احنا عندنا فور اكزامبل خلينا نعمل واحد اخر، لو نجي هنا نعمل له بيست مثلا، هذا راح نكتبه لوجن مثلا. اوكي، ممكن احنا نعمل له ريدايركت، هذا هو ديفينيشن لللوجن، وهنا مجرد نكتب ريدايركت اندرسكور 2 بس، هذا الكلمة كافية انه هو يعيد توجيهك. لكن وين تريد يعيد توجيهك لازم تحدد. هنا في مجموعة خصائص موجودة، اذا كان نفس الكنترولر، اذا كان نفس الكنترولر ما حاجة انه انت تذكر اسم الكنترولر، لكن ان لم يكن نفس الكنترولر مثلا انت تعيد توجيهها لكنترولر اخر لازم تذكر اسم الكنترولر. اعادة التوجيه تجي بنقطتين وتكتب هنا مثلا كنترولر وتجي تحدد مثلا تقول له انه انت مفروض تذهب للاندكس، فليكن الاندكس في كنترولر اخر مثلا الابلكيشن كنترولر. اوكي، لازم تحدد الكنترولر اذا كان اعادة توجيهك لكنترولر اخر. ايضا تحدد الاكشن، ما هي نوع الفعالية اللي تريد تعملها. الفعالية اللي انا اريد اعملها لما اوجهها للكنترولر، ممكن في داخل هذا الكنترولر يكون عندك اكثر من صفحة، فممكن تحدد تقول مثلا انت اذهب لصفحة اللي هو اندكس. تمام، طيب لو كان هو من ضمن، لو كان هو من ضمن الصفحة نفسها يعني من ضمن الكنترولر نفسه، يعني هو الآن هذا الكلاس وعايد لهذا الكنترولر، في حالة كان من نفس الكنترولر إذا راح نتبع الطريقة الثانية، ألا وهي أنها تعمل كوبي. أوكي، تنزل للأسفل، نجي هنا مثلا نقول له ما أحتاج كنترولر، بمعنى آخر روبي أون ريل راح يفهم أنه أنت تعيد الدايركتوري، الريدايركت بتعمل لنفس الكنترولر، لكن الاكشن ايش راح يكون؟ انه انت تذهب للبيج اللي هو اسمه اندكس. ريدايركت اسرع من ريندر، ريندر يعيد تحميل البيج، ريدايركت يذهب للبيج، فيكون سهل جدا. في حاله انت وانت عندك مثلا لوجن بيج ينصح انه انت تستخدم الريدايركت في حاله اذا كان هذا اليوزر غير مسجل. خلينا نجي نعمل هذا السيف، ولو نجي على الراوتينج مثلا، في الراوت نحتاج انه احنا نعمل الراوت معين، ناخذ هذا الجيت، نجي هنا نقول له مثلا تذهب لي اللوج ان سيف. خلينا نجي هنا لمحمد ونجي نقول له مثلا لوج ان واعمل انتر. لاحظ لما عملت لوج ان اخذني دايركتوري الى من؟ الى صفحه اخرى، هذا اندكس. تمام، لاحظ لوج ان، لاحظ السرعه، اوتوماتيكيا حولني للاندكس، اندكس بيج. وممكن انا اغيره مثلا، احوله الى فور اكزامبل اذا رجعنا للكنترولر مثلا اقول له اذهب لي ويلكم بيج سيف، واجي على المتصفح واكتب هنا مثلا سلاش لوج ان، اعمل انتر، لاحظ اخذني للويلكم بيج. طبعا هنا ده يظهر لك اندكس لان الريندر هنا يختلف. اوكي، هذا لو عملت له مثلا كومنت، وهذا ايضا عملت له كومنت، نعمل سيف. الان لو نجي نكتب هنا لوج ان
انتر، لاحظ اخذني الويلكم بيج وظهر هنا عندي شو، ظهر هنا عندي الويلكم بيج. في نفس الوقت الريدايركت يسمح لك انه انت تذهب لي خارج الموقع، يعني انت ممكن انه خلينا نقول اذا تحب انه تعمل ريدايركت ل external link control v، مثلا تقول له اذهب لموقع تمسح هذا، تجي تكتب هنا مثلا https://www.google.com مثلا. الان لما اذهب لللوجن انتر، لاحظ فتح لي صفحه جوجل. يعني ممكن انه انت تعملها للراوتينج الداخلي، او ممكن انه انت تعملها للراوتينج الخارجي. فهذه هي فكره الريندر، وهذه هي فكره الريدايركت تو. خلينا نشوف التايم، نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامه.